الاجواء ديال الرمضانيه كتختلف تماما على هاد العامين اللي عشنا فيها من قبل. اذ بينا كنا كنعيشوا في واحد الحاله سكون، وكان جميع الساكنه ديال مدينه مراكش كانوا كتلقاهم في البيوت ديالهم بسبب جائحه فيروس كورونا. دوزنا واحد العامين اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، كنا تنخرجوا ما تلقاوش شي واحد اللي غادي نهضروا معاه ولا اللي نشوفوه. من بعد هاد العامين هاد العام الحمد لله الاجواء بدات كترجع للطبيعه ديالها، والماء بدا كيرجع للمجاري ديالو. اذ بينا كنشوفوا الناس وبدينا كنشوفوا الرواج وبدينا كنشوفوا السياحه تترجع بالنسبه تقريبا شي 90% تترجع للمياه كما كانت، والحركه تترجع كيف ما كانت تعودنا عليها من قبل. والحمد لله مراكش زوين، وكيف كتعرفوا مراكش هو المهم هو نشيط بالسياحه لا الداخليه ولا الخارجيه، لا اللي داخل البلاد ولا اللي خارج البلاد. وفي هذيك العامين اللي فاتت حنا افتقدنا لا السياحه ديالنا الداخليه ولا السياحه الخارجيه، داك الشيء علاش عانينا من واحد الازمه، وازمه كبيره بزاف. والحمد لله كنشكر الله وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يدوم علينا، هذه رحمه ونعمه من عنده. اذ بينا كنرجعوا للحاله ديالها الطبيعيه، وكنرجعوا لذاك الرواج اللي كنا فيه من قبل وديك الحركه، والحمد لله على كل حال. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.